شاء الله. طبعا الجهاز الفني للأهلي والإداري زي ما بنقول دايما وبنأكد انهم حريصين ان هم يهيئوا كل الظروف لبعثة الفريق، علشان كده كان برضو يعني بيصطحب البعثة الشيف محمد الدالي، الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق للمغرب لمواجهة الوداد. اهو الشيف محمد اهو. طبعا الجهاز الفني بيضم الدالي لبعثة الفريق علشان يعد هو بنفسه الوجبات الخاصة وفقا للبرنامج الغذائي اللي بيصير عليه كل اللعيبة، خاصة في المباريات الخارجية زي ما كابتن هاني قال مباريات مهمة جدا، وانت طبعاً بتتعامل يعني بالورقة والقلم في المباراة. صحيح، هو يعني الجهاز الفني مش بس هو اللي شغال فنيا، لكن الجهاز الاداري وكل الديتيلز الصغيره، الخطوات الصغيره اللي دايما احنا بنقول النظام الغذائي وايه المناسب في خلي بالك كمان نوعيه الاكل بتفرق من بلد لبلد. يعني بنكون في حته مثلا حر جدا بيكون نوعيه اكل مختلفه، فكمان ان في شيف عنده كمان خبره، مش شيف كده بس يعني هو طالع يعمل اكل، لكن عنده خبره بيكون عنده منيو. قبل كده سفر معاك شيف مخصوص على ايامنا كنا احنا اللي بنطبخ يعني بصراحه كنا احنا اللي يعني بالمجهود الزايد ما كانش بتعملوا الاكل. يعني في في رحلات كتيره كنا يعني كان بيبقى يعني الامكانيات دلوقتي اختلفت كتير، وعلى ايامنا كان الله يرحمه كابتن جوهري كان يعني ما كانش فيه شيف موجود معانا، كان لكن هو كان بيبقى حريص ان احنا بناخد بعض الوجبات الخفيفه معانا. لكن طبعا زي ما بقول لك دي نقطه مهمه، الناس تقول يعني واخدين يعني شيف معاهم ليه، لكن ده مهم جدا. نوعيه الاكل مهمه، توقيت الاكل مهم جدا، ودي من الحاجات زي ما بقول لك الديتيلز الصغيره اللي بتفرق طبعاً. ممكن جدا تفرق. حد يقول لك مال الاكل ومال المباراه، لكن لا طبعا ده في 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 يعني زي ما احنا شايفين يعني يعني بمختصر الكلام كده احنا يعني بنعمل كل حاجه والتوفيق بتاع ربنا، كل الديتيلز صغيره اداريا بتفرق. فنيا طبيا يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم.